Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan doa yang dirahmati oleh Allah, kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi pada kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah pada hari ini, pada subuh hari Sabtu ini, kita akan sama-sama membaca, melanjutkan bacaan hari kemarin, yaitu kita sudah hampir khatam 30 juz. Kita sudah sampai di akhir juz 27 dan akan kita lanjutkan bacaan ke juz 28. Nah, malam ini kita akan membacakan surah Al-Hadid ya. Bagi jamaah baru yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum punya buku tahsin yang seperti ini, untuk memudahkan kita semua dalam membaca Al-Quran dan agar membantu kita semua dalam melafadzkan setiap huruf saat membaca Al-Quran, nanti yang membutuhkan PDF ini silakan WA langsung ke nomor kami ke 0852 7544 6954, 0852 7544 6954. Nanti PDF ataupun e-book buku tahsin ini akan kita kirimkan ke jamaah yang membutuhkan. Baik, sekarang mari sama-sama kita baca surah Al-Hadid. Kita awali dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم
بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون
المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن إن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدق الصديقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم
والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا
فاتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai untuk juz ke-20 7 ya. Sekarang kita masuki bacaan di juz ke-28. Baik, sekarang kita lanjut membaca surah Al-Mujadalah ya, di juz ke-28 kita simak sama-sama dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wazura wa innallaha la'afuwun ghafur walladhina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون
يُعْرِضُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا الرسول فقدموا
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا
حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. Nah, alhamdulillah, sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, pada malam, pada subuh yang berbahagia ini, kita sudah sampai di juz ke-28, ya. Nah, bagi jamaah baru yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share. Dan insyaallah mungkin sepekan lagi atau 10 hari lagi kita sudah khatam 30 juz, ya. Ini dulu kita mulai sekitar 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah dalam waktu 3 bulan kita sudah khatam 30 juz. Berarti dalam 1 bulan kita mengkhatamkan 10 juz Al-Qur'an. Dan 3 bulan kita sudah khatam 30 juz. Dan untuk program ke depan nanti insyaallah kita akan mengkhatamkan 30 juz dalam 1 bulan. Kita doakan selalu semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua, termasuk kepada saya sendiri, agar bisa kita selalu bersama Al-Quran, mencintai kalam Allah, mencintai kalam yang telah diturunkan oleh Allah, selalu bersama Al-Quran di dunia dan di akhirat nanti.
Taib, saya rasa pada subuh yang berbahagia ini cukup sekian. Kita akhiri dengan wallahul muwafiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.